بدلها من 10 سنين، ارجعها على مركب زي ما سبتها على مركب. اجمل شيء في بدايه السنه الجديده هي الاخبار الحلوه، وفي بدايه عام 24 النهارده كان العرض الخاص، العرض الفيلم الاسكندراني، الفيلم بطوله ابن البلد الجدع الفنان احمد العوضي. النهارده كان العرض الخاص، ويوم الخميس ان شاء الله الفيلم هينزل في السينمات. والحقيقة كل أبطال الفيلم النهاردة كانوا حاضرين العرض، ما عدا بيومي فؤاد واللي قام في الفيلم بدور علي الإسكندراني أبو بكر الإسكندراني، وهو الفنان أحمد العوضي. في يوم وليلة حج بكر شد الفتيل وولع الدنيا. بيومي فؤاد مشغول في موسم الرياض، هيتعرض له بكرة مسرحية جديدة، مسرحية الصندوق الأحمر مع الفنانة ليلى علي. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فنانة، نادي فنان المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. علي الاسكندراني الفنان بيومي فؤاد هيقوم بدور تاجر من تجار الاسكندريه. الفيلم بيدور في اطار الاكشن، ولكن مش هحرق الفيلم. هنتكلم دلوقتي عن العرض الخاص، واللي شهد حضور عدد كبير من ابطال الفيلم على راسهم المخرج خالد يوسف مخرج الفيلم. الجمهور استقبل احمد العوضي بحب شديد جدا والزحام شديد جدا، لدرجه ان في موقف حصل ان في فتاه وقعت وسط الزحام ده، وطبعا ابن البلد الجدع احمد العوضي جري بسرعه علشان يقومها بعد ما وقعت. الفيلم بطوله زينه واحمد العوضي وبيومي فؤاد وحسين فهمي ورحاب الجمل، وضم عدد كبير جدا من الفنانين. ان شاء الله الفيلم ده هيكسر الدنيا. ولكن الشيء الملفت للنظر ان الفنانه الفراوليه ياسمين عبد العزيز ما حضرتش العرض الخاص. ولكن من الطريف ان اللي بيتكلموا عن بدايه السنه الجديده وبيتكلموا في الطالع وما شابه ذلك، اتقال ان ياسمين عبد العزيز هتنفصل عن احمد العوضي وهيتطلقوا في عام 24، والحقيقه كان فال وحش جدا. ياسمين اخذت الموضوع ببساطه شديده وردت وقالت ما بلاش انت يا ليلى، ورد احمد العوضي رد وقال كذب المنجمون ولو صدقوا. 25 ايام توقيف ما بعرف، هي مرحله الانفصال عن زوجها الممثل احمد. كل سنة بنسمع بعض الأخبار دي، المهم دلوقتي خلونا في الفيلم. أكد خالد يوسف إن أحمد العوضي عنده موهبة كبيرة جدا، محتاجة المخرج يظهر الموهبة دي، وده اللي اشتغل عليه طول أحداث الفيلم. تعالوا مع بعض نشوف بس مباشر للعرض الخاص وقد إيه الجمهور بيحب أحمد العوضي. وإن شاء الله بقى بعد ما نشوف الفيلم هنرجع نتكلم ونعلق عنه. بدعو كل متابعين إن هم يتفرجوا على الفيلم ويكتبوا لي في التعليقات. بشكركم جدا لحد هنا، وانتظروني في حلقة أخرى من قناتنا، قناة ياسمين اليوتيوب وأخبار النجوم.